نروح للبطولة الإفريقية تحت 18 سنة أنسات، ومصر قدرت إنها تفوز بلقب هذه البطولة. كان في تخطيط مسبق ما بينكم وما بين اللاعبات والكباتن الموجودين في الجهاز الفني إن أنتوا تفوزوا بهذه البطولة، وأيضا الصدى أو المردود الجيد بعد الفوز بالبطولة إيه؟ يمكن عايز أقول لحضرتك إحنا بدأنا تولي مسؤولية الإشراف على تدريب المنتخب المصري يمكن كانت في يناير. الاتحاد المصري لما بدأ يشكل الجهاز طبعا بقيادة كابتن شريف عزمي، واحد من أفضل المدربين اللي موجودين واللي احنا بنتعلم منه، اللي ربنا إن شاء الله يقومه بألف سلامة بعد طبعا إصابته بفيروس كورونا في خلال البطولة إن شاء الله بإذن الله. وطبعا الدكتور مصطفى هدهود المدرب العام، والكابتن مصطفى فكري مدرب في مدرب المنتخب، وكابتن ماجد. يمكن احنا كانت بدايتنا لما بدأنا في شهر 2، بدأنا بتجميع معسكر مفتوح، بدأنا على مدار 3-4 أيام كده. وبعد كده جت بقى طبعا فترة توقف النشاط بالكامل. يمكن البطولة كان مخطط لها ان هي تبتدي في شهر أغسطس في مالي، بعد طبعا تأجيل البطولات كلها على مستوى العالم كله. البطولة جت الاتحاد المصري طلب استضافة البطولة احنا والشباب في مصر. الحمد لله ربنا كرمنا يعني فزنا باللي احنا بالاستضافه، مؤهله بطوله العالم، فزنا بالاستضافه واقمنا البطوله في مصر. طبعا احنا على يعني زي ما قلت لحضرتك تاجيل الرياضه عامه اثر بشكل كبير على اعداد المنتخب، ولكن يمكن احنا بدانا معسكرات معسكر مغلق مثلا من يوم حوالي 15/9، بدانا بمعسكر مغلق لحد يوم 30/9. كان في ارتباطات للاعبات على مستوى الانديه عندهم بطولات، فاضطر ان المعسكر الناس تخرج لاداء المباريات بتاعتهم، ورجعنا تاني عملنا معسكر بقى من يوم 25/10 لحد نهايه يعني بدايه البطوله. طب كابتن احمد، سؤال قبل الختام وسؤال مهم جدا، نعمل ايه عشان نحافظ على المنتخب ده ان هو ان شاء الله يكون مكمل ويقف على منصات التتويج لما ينافسوا على مستوى السيدات؟ ان شاء الله باذن الله يعني يبقى خطه موضوعه بس للمنتخب ده ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا لاعبات ممتازه الحقيقه في المنتخب، هم دول نواه كمان ان شاء الله المنتخب المصري الاول. ان شاء الله كوتش كابتن يعني شريف يقوم بالسلامه، ومع هيبقى في اجتماع اكيد مع لجنه المنتخبات بقياده الكابتن عمرو مصلحي، اكيد هيتم وضع خطه و مدروسة للمنتخب ده ان شاء الله، بحيث ان احنا وجودنا في كاس العالم ما يكونش تمثيل مشرف قد ما احنا ان شاء الله عندنا اصرار ان احنا كجهاز وكلعيبة ان احنا عايزين يبقى شكلنا كويس، وان احنا يعني نقدم دور ان شاء الله افضل ان شاء الله باذن الله.